انا بس هقفل عليكم، انا هفتح التطبيق عشان اشرح كده بسرعة احنا ممكن نستخدم التطبيق ازاي. اول حاجة الثلاث نقط دول، ده اخر تحديث للتطبيق. فعندنا اول حاجة ماي واو. كلمة ماي واو دي لما بنضغط عليها بيطلع لنا مين الناس اللي دخلوا عندنا باستخدام اللينك اللي احنا بعتناه لهم عشان ينضموا للفريق بتاعنا. فبنشوف كده اول واحد بيتكتب لي ان هو ماي ليفل 1 اللي هو في اول فريق بالنسبه لي لانه داخل عن طريق اللينك بتاعي المباشر. طيب في حاجه كمان ممكن تشوفوها اللي هو مثلا انا عندي يوسف دخل الفريق بتاعي فهو دعا اتنين تانيين. في حاجه اسمها فيذرز او ريش بتنزل للناس كده زي ليفلات، كل ما بتدعي عدد معين بينزل لك ريشة بلون معين ودي بتديك مميزات اكتر بان انت بتحقق ارباح اكتر، بتاخد نسب اعلى وهكذا. هنرجع عندي اورد. الاورد دي حاجة نازلة في اخر تحديث للتطبيق، بيطلب منك شوية مهام وبعد كده بيبتدي يبان عندنا احنا خلصنا كام مهمة منهم، وده برضو بيعليني في الليفل بتاعتي. بعد كده tell your friends دي المفروض ان احنا بنعمل بيها دعوة، بس احنا مش بنحبذها خالص ان احنا نستخدمها في الدعوات. ليه؟ لان مثلا زي ما انا عاملة كده انا النيك نيم او اليوزر نيم بتاعي سلمى فؤاد، لكن لما بنيجي نكتب الاسم الرسمي بتاعنا اللي هو موجود في البطاقة انا اسمي في البطاقة غير، فانا كاتبة يعني اسم غير الاسم ده، فبالتالي لما بنيجي نعمل دعوة الكمبيوتر مش بيعرف يفرق ان ده نفس الحساب، بيفكرهم حسابين مختلفين فبيبعت الدعوة مش باسمي، فممكن اللي انا بعت له ده ما يجيش في الفريق بتاعي وما نقدرش نتواصل خالص وابقى انا فقدته. فاحنا بنعمل ايه؟ بنضغط على بيرسونال بيج دي كده او الصفحة الشخصية، وبعد كده هنستنى بس تتحمل. ده المفروض شكل الصفحة شكل الصفحة الشخصية بتاعتنا. بيبان هنا الصورة بتاعتي. لازم اللي مكتوب عليها بروفايل كومبليتيشن 100% ده لازم تبقى 100%. ازاي؟ ان انا بملى كل البيانات بتاعتي، يعني الاسم الفيرست نيم واللاست نيم، الايميل، تاريخ الميلاد، كل الحاجات دي لازم. حاجه مهمه قوي هنا في السيتي والكونتري، كلمه سيتي بتبقى فوق الكونتري فالناس كتير مش بتاخد بالها منها، فبتخلي البروفايل بتاعي ما يكملش لحد 100%. بملى كل البيانات فبيبقى معايا 100% تمام. العلامة دي اللي هي allow anyone to join your network اللي هي متنورة yes دي، بصوا كده احنا كده قفلناها، لا احنا عايزينها مفتوحة. ليه مفتوحة؟ عشان طول ما انا اكتب على التطبيق لو حد داخل من غير دعوة بيرشحني انا انه يخش عن طريقي، فبيظهر له البروفايل بتاعي عشان يشترك عن طريقي طالما هو معهوش دعوة، فممكن يخش لي ناس مش انا اللي دعيهم، فده الشركه كانها بتعمل لي تسويق اصلا للبروفايل بتاعي. فاحنا بنيجي هنا ناخد اللينك ده نضغط عليه ضغطه طويله كده ونعمل كوبي لينك ادرس عشان الناس تعرف تخش عليه، وبعد كده نبتدي نبعته للناس عادي خالص عشان يدخلوا عن طريقنا للتطبيق. هنرجع دلوقتي على التطبيق نكمل. عندنا الكيباد دي بيبقى فيها رصيد انا محوله $1 من الارباح بتاعتي على التطبيق للرصيد هنا عشان اعمل مكالمات دوليه. الحلو ان انت لو عملت مكالمات دوليه من هنا بتاخدها باسعار مخفضه وبتاخد كاش باك بيرجع لك كوينات على التطبيق، فبتقدر تاخد منها فلوس تاني. او ادول كريدت ده ان انت بتحط رصيد على الواو اب بحيث ان انت تقدر تعمل مشتريات لو انت عايز تعمل مشتريات. بس الحلو برضو في الموضوع ان احنا بنقدر نشتري عادي خالص من على التطبيق. هو هنا بيقول لي اقدر اشتري قد ايه، بس انا ما عمري ما بشحن على التطبيق عشان استخدم اي حاجه، انا كده كده باخد الفلوس بتاعتي وارجعها تاني. ده بالنسبه للقائمه اللي هي من الثلاث شرط. هنيجي هنا بقى للتطبيق. اول حاجه كلمه دو جود دي زي ما احنا شايفين كده انا اعلى رقم عندي 163 يوم متوالي، يعني انا دخلت 163 يوم ورا بعض. وبعد كده الدي ستريك ده حلو في ان انا كل يوم بخش اضغط عليها عشان تعد الايام بحيث ال 60 يوم الاولانيين ما يسقطش مني ولا يوم فيهم، لان لو سقط مني يوم واحد هرجع اعد ال 60 يوم من الاول، وال 60 يوم دول مهمين ان انا ارباحي بتبقى محجوزه في التطبيق لمده شهرين وبعد كده بيبتدي ينزل لي ارباح ال 60 يوم تباعا. يعني
في اليوم ال61 بينزل لي ارباح اليوم الاولاني، اليوم ال62 ينزل لي ارباح اليوم الثاني، وهكذا بقى. بعد كده هنيجي لإيرنينج او الارباح. الارباح دي بقى فيها كذا حاجه زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه خالص انستنت ايرن، عندي اول واحده واتش فيديو وتاني واحده واتش فيديو. اللي بيحصل ان احنا بنفتح بندوس عليها فبيظهر لنا فيديو بيقعد 30 ثانيه او 15 ثانيه وبيعد لي كوينات. عندي فايبر، الفايبر ده دي بتبقى عروض زي ما انتم شايفين كده، احنا بنحملها مثلا وبعد كده بنجمع الكوينات اللي موجوده دي. تمام. مثلا زي الجاك بوت بارتي كازينو دي، دي عليها 110 كوين. فاحنا بنعمل ايه؟ بنضغط على كلمة ريورد اكشن دي وبعد كده نضغط على ايرن 110 واو كوين. فبيقول لي روح للاوفر، هو عايزني ان انا احمل التطبيق ده وان انا استخدم الريل جيم الاولانية في السلوت، اخليها بليس. يعني دي اول حاجة بس لازم تتعمل، ده اللي احنا هنعمله بالظبط عشان نحصل الموضوع. والاوفر ده valid ل 21 يوم بعد الانستليشن، يعني انت لو قعدت 21 يوم وما اشتغلتش عليه، يعني فتحته وما اشتغلتش، تقدر معاك 21 يوم لحد ما تقدر تجمع الكوينات دي. طبعا انا مش هعمله دلوقتي معاكم على الفيديو، هعمله في وقت تاني. عندنا مثلا سوليتير برضو نيو يوزرز اونلي، دي ناخد بالنا منها كويس قوي. يعني لو انا مثلا كنت منزل السوليتير دي قبل كده وعندي حساب وجيت نزلتها من هنا، مش هيديني الهديه بتاعتي. ليه؟ لان انا مش مستخدم جديد، الا اذا كنت لاغي حسابي وبحملها من اول وجديد وهعمل حساب يسجل كان انا مستخدم جديد، هنا اقدر احصل ال 69 كوين دول. طيب في جوه الفايبر سيتنجز دي لو ضغطنا عليها هنلاقي كلمة status. status دي بتبين لي الحاجات اللي انا عملتها قبل كده كلها، اهي نزلتها امتى، اخدت الفلوس بتاعتي ولا لا، الاوفر ده لسه شغال ولا خلص، وهكذا. دي كل الحاجات اللي احنا عملناها قبل كده، فتقدر تتابع من هنا. هنرجع بقى طبعا من الفايبر وهنخش على اد جيت. اد جيت ده بيفتح لي برضو اوفر بالظبط زي كده. عندنا مثلا الاوفر الاولاني بتاع تايم باكس ده بيديني 576 كوين، بس مطلوب مني ان انا ساين اب واكسب لحد 5 دولار واعمل فيريفيكيشن للاي دي بتاعتي في خلال 30 يوم. احنا بس بنقرا ايه اللي مطلوب مننا في العروض ونبتدي ننفذها عشان نحصل الكوينات دي. عندنا كمان في اوفر تورو عندي برضو هنا نفس الموضوع، 363 كوين. بيقول لي طيب ناخد بالنا من حاجة مهمة بقى يا جماعة، هو هنا بيقول لي هتاخد الديبوزيت بعد ما تعمل تسجيل وتعمل ديبوزيت ب 15 دولار. تمام كده، فاحنا نحسبها 15 دولار و363 كوين، 363 كوين دول يعني حوالي 3-4 دولار، فانا مش هينفع اروح ادفع 15 دولار عشان اخد 363 دولار، فمش كل العروض نعملها، لازم نحسبها الأول. عندي بقى ارزلو، ده اكتر مكان ممكن تحصل فيه كوينات بقى على التطبيق، هو بس بياخد وقت طبعا عشان انا يعني النت عندي زي ما انتم شايفين كده مصفر اهو، يعني ربنا يكرمه ويقوم ان شاء الله. اه بالظبط. عندنا مثلا اوبشن واتش فيديوز ده بنضغط عليه هيديني 4 كوين، فانا بضغط عليه واشوف الفيديو. ميكسر ده نفس القصه، بيطلب مني حاجه معينه، مثلا هضغط على ميكسر فبيقول لي اعمل فيريفيكيشن للميكسر اكونت بتاعك، فانا المفروض اضغط عليها كده واروح اعمل فيريفيكيشن، بعد كده تظهر لي باقي الحاجات دي واشوف فيديو ينزل لي كوينات وهكذا. عندنا لينكدين يعني تعمل حاجات عليها، سناب شات لو عندك سناب شات هيطلب منك حاجات تعملها، تويتر، ميديم، دريبل، انستجرام، هتعمل ساين اب على مواقع جديده، فيسبوك، اي حاجه بقى، ساوند كلاود، تامبلر، كل الكلام ده ممكن ناخد منه الكوينات اللي مكتوبه عندنا تحت دي. بيطلب مننا مهام نعملها واحنا بننفذها فبتنزل لنا الكوينات على التطبيق. هنرجع من على اب زيلو. بينت لابس وبولي فيش سيرفيز وبينت لابس سيرفيز، لما بيبقى عندنا سيرفي متاح الثلاثة اللي تحت دول بيبقوا منورين اخضر عشان انت تخش تحل الاستطلاع للرأي وبيديك الكوينات بتاعته في ساعتها. طيب ده الخانة الأولانية اللي هي instant earn. طيب عندي في البلاي جيمز، لما بخش على بلاي جيمز كده بيحمل لي مجموعة من الألعاب، أنا بختار ألعب أي جيم
وبتحاسب برضو بكوينات على عدد الاعلانات اللي بتظهر عندي وانا بلعب جيمز. بختار اي جيم انا حابب العبها، دول كل اللي عليهم علامه صفراء، دول فيفوريت بالنسبه لي وانا بلعبهم. فبلعب اي جيم انا عايزها. لو انا بحب الالعاب بختار نوع الجيم اللي بحبها، وبيبتدي ينزل لي الكوينات بتاعتها. برضو عندي مثلا ميك كولز، دي اللي احنا قلنا عليها، اللي هي هنا الرصيد بتاعها على الكيباد ده $1. انت تعمل مكالمات دولية فينزل لك كاش باك هنا، بس انا ما استخدمتوش خالص، يعني انا مخليه رصيد وخلاص بس ما استخدمتوش. عندي حاجة اسمها سمارت سلايد. سمارت سلايد ده حاجة على التليفون نفسه، احنا بنخليه اون بس كده. فانت كل ما بتفتح تليفونك وتقفله، الشاشة يعني من بره، كل ما بتفتح الشاشة بس القفل التليفون بينزل لك كوينات. عندي سمارت ويب. السمارت ويب ده يا جماعة اللي هو هوريهولكو، هو المفروض ده احنا بنعمل له تحميل على التليفون وبينزل على الكمبيوتر، بس هو بيبقى بيحقق كوينات اعلى لما بيبقى شغال على الكمبيوتر. ده السمارت ويب. انا بستخدمه ازاي؟ بعمل سيرش بقى في اي حاجة هنا في السيرش، بستخدمه بدل جوجل مثلا، جوجل ترانسليت. فانا هستخدمه مثلا في جوجل ترجمة، يجيب لي جوجل ترانسليت اهو، واعمل اوكي. كل ما بستخدم بقى البراوزر ده في ان انا افتح اي موقع، ده برضه بيحمل لي كوينات. لو عملنا زومنج هنا شوية هيجيب لي برضه كل البيانات بتاعتي هنا والارباح اللي انا محققها. الناس اللي في النتورك دول الناس اللي عندي دلوقتي 4080 بني ادم. الايرننجز دي الارباح اللي موجودة على الحساب دلوقتي عندي، بس بعد اللي انا سحبتهم، عشان انا سحبت 5 مرات قبل كده، فده اللي فاضل يعني، ده الجديد. هنرجع تاني على التطبيق. هنا بقى بيفصل لي تشات نيوز، ده انا دخل لي قد ايه ارباح من الشات كمبيوتر ويب. ده لو انا منزل الويب ده على الكمبيوتر. الدو جود ده اللي هو انا بتبرع، يعني الحلو برضو في التطبيق ده ان هو بيتبرع لجمعيات خيرية انت بتختارها او تلقائيا من الارباح بتاعتك. يعني التطبيق بيطلع من النسبة اللي انت بتكسبها ويطلع تبرعات لجمعيات خيرية. طيب انا عندي الشات، بقدر هنا اشوف برضو ان انا استخدمه شات عادي جدا. هنا اقدر اتابع الناس بتوعي، اصدقائي واصحابي، اقدر ابعت اي حاجة، اعمل اسجل فويس كول، اعمل اوديو زي ما انا عاملة هنا كده مثلا، ببعت اوديو عادي. فانت تقدر تستخدمه باي طريقة انت عايزها. الليدر بورد ده اللي بيعرفني، لو احنا ضغطنا على كلمة يو ده بيقول لي الترتيب بتاعي على البلد، زي ما انتم شايفين كده country region، يعني country والريجن. طب انا في الكونتري انا ترتيبي ال 12 مثلا، ده الناس الثانية دي محققين ارباح اعلى مني حاليا. عندي مثلا في الريجن اللي هو بقى في المنطقة كلها، انا ترتيبي كام؟ 45، وكان اعلى يعني ايه، لا ترتيبي 1040، وانا نزلت 45 درجة الاسبوع ده. ده بيتجدد كل اسبوع. طيب مثلا بالنسبة للبرودكت، هو بيقول لك برضو انت ترتيبك كام بالنسبة للبرودكت اللي انت بتستخدمهم. انت مثلا كسبت قد ايه من الجيم هنا، كسبت قد ايه من السمارت ويب هنا، كسبت قد ايه من الكمبيوتر ويب هنا، كسبت قد ايه من الشات، كسبت قد ايه من الانستنت ايرن. كل اللي احنا قلناه ده بقى بيوضح لي انا عامل ايه هنا. الكونتاكت رانكينج بتوعنا، يعني انا دلوقتي مثلا ترتيبي السابع وسط الكونتاكت اللي عندي. هنبص تحت هنا كده على activate your troops to earn more. الناس اللي عندي تحت دول مش شغالين، يعني هم نزلوا التطبيق بس ما بيستخدموهوش. فانت تقدر تعمل لهم تضغط على كلمة engage دي مثلا عشان تخليهم يرجعوا يستخدموا التطبيق تاني، بس كده تمام. احنا كده خلصنا ده. ماي نيوز ده احنا نقدر نضغط عليه في اي وقت ونقدر نتفرج على اي اخبار، وبرضو الاخبار دي بتنزل لي كوينات على التطبيق بتاعي. طيب هنيجي مثلا مثلا انا عايز اسحب، او خلينا نشوف هاو ماتش يو ارن هنا الاول. هو بيقول لي مثلا من كل حاجة انا هكسب قد ايه. يعني instant earn ده بيقول لي ان انت بتعمل شوية activities، انك تتفرج على فيديوز، نفس اللي احنا شرحناه بالظبط.
وبيقول لي بعد كده انا ارباحي هتبقى عامله ازاي. انا بكسب 50%، بعد كده بياخدوا 5% من التشاريتي او اللي هم بيتبرعوا بيهم من الجمعيات الخيريه. بتكسب من الجيل الاولاني او الليفل الاولاني بتاعك 10%، ده بالنسبه للانستنت ايرن، يعني انت بتكسب 10% من كل اللي في الفريق بتاعك بيحققوا من الانستنت ايرن، 5% من الجنريشن الثاني، 2.5% من الليفل الثالث، 1.25% من الليفل الرابع، 62% من الخامس، 31% من السادس، 15% من السابع، 15% من الجنريشن الثامن. لما حد بيعمل تسوق مثلا من الفريق بتاعي من على اي موقع من مواقع التسوق، برضو بيقول لك النسبة اللي انت هتكسبها 10 5 2.5 1.25 وهكذا على كل حاجة. بقى كل حاجة الموضوع هنا مختلف شوية، يعني هنلاقي مثلا في الألعاب أنت بتكسب 20، الجنريشن الأولاني بتاخد منه 20% برضو من أرباحه، 12.5 6.25 وهكذا. تمام، هنعمل باك. طيب لو أنا مثلا عايز أعمل شوبينج، هعمل جو شوب هنا عشان بس إيه أفرجكم الموضوع ده. بالنسبة للشوبينج يا جماعة، احنا عندنا مواقع كتير جدا، يعني زي ما انتم شايفين كده علي اكسبريس بيشير معاك حوالي 2850 كوين لحد 2500 850 كوين كاش باك. يعني انت مثلا اشتريت ب 10000 كوين، ما يعادل 10000 كوين، فبيرجع لك 2850 من على booking.com، بتاخد 3% من اللي انت دفعته. اكسبيديا 9% من اللي انت دفعته. سوق دوت كوم لحد 10.8% من اللي انت دفعته. يعني مثلا هنروح هنا على سوق دوت كوم، ويفضل برضو ان احنا نعمل التسوق ده من على الويب مش من على الموبايل، لانه بيبقى ادق في ان هو يحسب لنا النسبة بتاعتنا بتاعت المكسب. هنيجي تحت هنا هيقول لك بقى بالنسبة لو انت مثلا اشتريت شنط او محفظة ملابس نظارات هتاخد 10.8%، لو اشتريت كتب هتاخد 8.1%، كاميرات 1.8% من اللي انت دفعته، الكترونيات السيارات او الاكسسوارز والحاجات بتاعت البيوتي والحاجات دي اللي هي الشامبوهات والميك اب والكلام ده كله 5.25% من اللي انت دفعته، الكمبيوتر والموبايلات والتابلت والفيديو جيمز 2.7%، الشنط والاكسسوارز 9%، الجولريز 10.5% من اللي انت دفعته، اللابتوبس والنوت بوك برضو 2.25%، اوفيس سبلايز 4.5%، البيت سبلايز 3.6 وهكذا. بقى اي يعني اي موقع هنخش عليه هيقول لي النسب اللي انا اقدر احققها لو انا عملت مشتريات من هنا. انت بتدفع فلوس وبيرجع لك كاش باك على التطبيق، بتقدر تاخده فلوس بعد كده. الحلو كمان ان هم عملوا في التحديث الجديد ان انت بينزل لك مثلا حاجه اسمها في اللويالتي كده، اللي هي هجيبها لكم دلوقتي. مثلا في الجو شوب بتلاقيها كده جوه رصيد، ممكن انت تستخدم الرصيد بتاعك اللي هو رجع لك كاش باك ده ان انت تستخدمه وتشتري بيه تاني، بدل ما تسحبه فلوس ويرجع لك عليه كاش باك تاني. يعني كأنك بتاخد من التطبيق وتشتري منه وتسحب منه تاني، يعني برضه هو الموضوع جميل جدا. اهم حاجة بقى في الموضوع ان انت تخلي ناس كتير تنزل التطبيق ده، اهم حاجة. كون ان انت عندك فريق كبير هو ده اكتر حاجة ممكن تضمن لك ارباح زيادة. ما نيجي نسحب بقى عشان الموضوع ده مهم. طب ثواني اقول لكم الاول الـ earning history ده اللي هو تاريخ الارباح بتاعي، ده بيجيب لي انا كسبت ايه منين ومن انهي ليفل بالظبط. يعني هنا مثلا بيقول لي في الليفل الاولاني انا كسبت 8 من 1000، يعني يعتبر كأنه 8 سنت كده. برضو كسبت هنا 3350 برضو من الليفل الاول. الليفل الاول وبيقول لي منين الليفل الاول، الليفل الاول، الليفل الاول. في عندي تحت بقى بيقول لي كسبت قد ايه من كل حاجه من كل كاتيجوري على التطبيق. كسبت مثلا 3491 من الشات، 43 من 1000 من الكمبيوتر، 385 من الجيمز، وهكذا بقى بيقول لي كل حاجه هنا. نرجع بقى لأهم نقطة طبعا في الكاش اوت، الناس اللي بتيجي تسحب فلوسها. طيب دلوقتي عندي رقم فوق ورقم تحت، الرقم اللي فوق ده الأرباح اللي ليا دلوقتي على التطبيق كلها.
بس احنا اتفقنا ان التطبيق بيحجز ارباح شهرين، فانا ارباح الشهرين بتوعي محجوزين، اللي مسموح لي ان انا اسحبه 144 كوين. 144 كوين دي مش هتخليني اسحب 1 دولار، فانا لازم اقفل 214 كوين عشان اعرف اسحب 1 دولار. السحب بقى في عندك بقى كذا طريقة، ستور كريدت دي اللي انا قلت لكم عليها، يعني مثلا لو احنا عملنا كده ان انا هسحبهم ستور كريدت، فبيقول لي ان انا هاخد الفلوس دي از جيفت كارد اقدر اشتري بيها من نفس الموقع اللي انا اشتريت منه قبل كده، وليكن مثلا سوق دوت كوم، بس انا طبعا مش هسحب ايه ستور كريدت. فهنعمل باك، هنضغط على كاش اوت تاني. للاسف احنا هنا في مصر الموضوع بيسحب على باي بال بس، او لو عندك كريدت كارد مش ديبت كارد، اللي هي كريدت كارد ماستر كارد، يعني عندك حساب في البنك وعليه رصيد كبير مثلا فمعاك كريدت كارد فتقدر تسحب بالكريدت كارد دي. لكن انا مثلا عندي باي بال، ما اقدرش ان انا في مصر الناس مفكره ان انت ما تقدرش تستخدم الباي بال وتسحب من عليه فلوس، لا تقدر يعني 3 طرق. اول طريقه ان انا اربط الباي بال بحساب البايونير، بالحساب الامريكان على البايونير، بتراسل البايونير نفسه فبيديك بيانات الحساب الامريكي، فبتربط الباي بال بالبايونير وتقدر تسحب فلوسك بالكارت بتاع البايونير نفسه من اي اي تي ام. اسهل طريقه دلوقتي كروت الايزي باي بتاعت الشباب اللي موجوده في البريد دي، بنروح نشتريها ب 25 جنيه، واهم حاجه ان احنا نعمل لها حساب في البريد ونربطها بيه. ليه؟ لان احيانا الباي بال بيبقى لو جالك تحويلات كتير على الباي بال فبيبقى عايزك تديله حساب بنكي مربوط بالبطاقه اللي انت رابطها على الحساب عشان يضمن ان انت مش حد سارق الكارت دي. لو انت عملت الايزي باي بس هتقدر تسحب بيها عادي، بس لو الباي بال طلب منك يعني حساب بنكي وانت ما قدرتش توفره لان هي ملهاش حساب، فهيعمل لك بلوك على الحساب ويقفله لك. فاحنا ليه؟ فاحنا بنعمل حساب في البريد ونربط الكارت بتاع الايزي باي على الحساب اللي في البريد، ونبتدي نفعل الباي بال بالكارت بتاع الايزي باي، وبنقدر نسحب من اي مكنه اي تي ام تابعه للبنوك الحكوميه زي البنك الاهلي او بنك القاهره او بنك مصر، بنك اسكندريه كمان بيسحب منها عادي جدا. بس كده، وبكده احنا بنبقى حلينا مشكله السحب، بنقدر نسحب فلوسنا على الباي بال وتنزل لنا على كارت الايزي باي ونسحبها في اي وقت من اي مكنه اي تي ام. الفكره ان الباي بال عشان طبعا مصاريف التحويل انت ما تقدرش تسحب قبل 25 دولار يعني عشان يبقى مسحوب منك نسبه وتعرف تسحب فلوسك كويس، فاحنا بنسيب الفلوس تتجمع ونبتدي نسحبها. الكلام ده طبعا لو احنا لسه مبتدئين زي انا كده، يعني مش عندي فريق كبير. لكن لو انت مثلا ان شاء الله ربنا كرمك وبقى عندك مثلا فريق فيه 80,000 ولا 90,000 واحد، انت ممكن تعمل 100 دولار في يعني في يومين ثلاثه، ممكن تعمل 30 40 دولار في يومين ثلاثه. الموضوع هيبقى سهل لو انت عندك تيم كبير وشغال، اهم حاجه ان التيم يبقى شغال يعني بيستخدم التطبيق وبيكسب منه فعليا مش نزل التطبيق واهمله. واهم حاجه تاني، لازم كل واحد من اللي انت نزلتهم تعلمهم التطبيق كويس وتفهمهم الاليه اللي شغاله بيه التطبيق ده. التطبيق ده شغال بآلية ناس بتدفع فلوس في مواقع تانية كتير قوي عشان يحصلوا على المميزات اللي ممكن تاخدها، كفاية ان انت بتعمل شوبينج وبتاخد كاش باك. في ناس بتدفع فلوس عشان تبقى في اي بي على مواقع زي كده فياخدوا كاش باك ويوفروا من على التسويق. دي نقطة مهمة جدا محدش يعرفها، واغلب الناس في مصر مش عارفين يتعاملوا مع التطبيق كويس ويجمعوا منه كوينز لانهم مش مهتمين بالموضوع او مش مصدقينه. لكن الموضوع مربح وبيجيب فلوس وانت مش تعبان في حاجه، انت بتتعب بس في الاول في انك تجمع فريق قوي يشتغل معاه ويبقى محقق ارباح كتيره وتساعدهم انهم يحققوا ارباح عشان هم يعني انت تاخد منهم انت كمان ارباح وهم يساعدوا ناس ثانيه يحققوا ارباح في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. فعندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوه تحت في الكومنتات، وهنرجع لكم في اقرب وقت ان شاء الله وهنرد على كل تساؤلاتكم. لو محتاجين اي حاجه ثانيه نوضحها هنوضحها ونشرحها لكم في فيديو تاني، وان شاء الله يا رب يعجبكم. هنسيب لكم الرابط بتاع الانضمام للتطبيق في صندوق الوصف، واي حد عنده اي تساؤل برضه يرجع لنا واحنا تحت امركم. نورتونا جميعا.